عاجل، 3 سيناريوهات خطيرة بانتظار سد النهضة بعد انتصار أبي أحمد. ننشر التفاصيل. وهيئة الدواء تحذر من حقنة خطيرة جدا يستخدمها المصريون. ننشر التفاصيل في الفيديو. وصدمة، اقتحام مدرسة وحالات كر وفر مرعبة في مصر. ومفاجأة، الكيان الصهيوني يعلن مناقشة قوة إيران النووية مع مصر. وضربة كبرى من القضاء المصري ضد عبدة الشيطان. ننشر التفاصيل في الفيديو. في البداية زي ما متعودين عاوزين نصلي على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لـ 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وثلاث سيناريوهات خطيرة بانتظار سد النهضة بعد انتصار أبي أحمد. وعلى عكس كل التوقعات بانهيار نظام أبي أحمد الحاكم في إثيوبيا بعد سلسلة الهزائم العسكرية التي حدثت لأبي أحمد أمام قوات جبهة تحرير تيجري خلال الأسابيع الماضية. بدأت القوات الحكومية تستعيد الكثير من الأراضي والبلدات التي فقدتها، وسط تفسيرات غير مؤكدة رسميا بأن أبي أحمد تلقى مساعدات عسكرية من الصين ودول عربية أدت إلى هذه التحولات العسكرية المفاجئة. انتصارات أبي أحمد في الجولات الأخيرة لا تعني أنه كسب الحرب أو حتى أنه في طريقه نحو حسمها بشكل نهائي. فجبهة التجري ستلجأ إلى أسلوب حرب العصابات الذي أثبت فعاليته في تحقيق انتصاراتها في بداية المعارك، والتي تخلت عنه خلال مواجهاتها المباشرة مع قوات الحكومية خلال تقدمها نحو أديس أبابا. كما تم الكشف مؤخرا أن الجبهة لها صلات قوية بدول غربية تقف وراءها في هذه الحرب، وهو ما أوضحه فيديو مسرب عن اجتماع بين دبلوماسيين غربيين وقادة جبهة تحرير تيجري ناقشوا فيها الخطط الحربية التي تتبعها الجبهة في نفس الوقت الذي بدأت فيه جبهة تحرير الأورومو تلقي بثقلها في الحرب، وهي تعلن أنها تستعد للتحرك بقواتها نحو أديس أبابا. إذن جبهة أمهرة وجبهة تحرير تيجري كانوا بيستعدوا للتحرك إلى أديس أبابا، ولكن فشلوا لما بدأوا أنهم يواجهوا حكومة أبي أحمد بطريقة مباشرة. قبل كده كانوا بيستخدموا حرب العصابات. يعني إيه حرب العصابات؟ يعني في مفاجأة لكتيبة معينة إثيوبية تابعة للحكومة تلاقي عصابة طلعت هجمت عليها والموضوع خلص، يعني مفيش مواجهة مباشرة. أيا كانت النتائج في هذا الحرب أو في هذا الجزء الأخير من الحرب، فإن السيناريو الوحيد الذي يمكن أن ينعكس إيجابيا على القضية مع سد النهضة أو قضية مصر مع سد النهضة هو تفتت إثيوبيا نفسها لدويلات. سيكون إقليم بني شنقول الذي يوجد السد على أراضيه أحد هذه الدويلات، أو أن ينضم إلى السودان، وساعتها هيكون السد في إيد أمينة بعيدا عن مخططات الحكومة الإثيوبية. ومع ذلك فإن هذا السيناريو مستبعد تماما في ظل الظروف الإقليمية والقارية الحالية. فشرارة التفتت إذا بدأت في إثيوبيا تهدد بإشعال حرائق مدمرة في معظم دول القارة الإفريقية التي أصلا تعاني من انقسامات عرقية وفي القبائل كبيرة وسط المجتمعات. تعالوا نشوف الجانب الآخر، اللي هو لو انتصر أبي أحمد فسوف يكون أكثر شراسة وتبجحا في مفاوضاته معنا، وسوف يسرع في بناء السد ليصبح هو شخصيا أسطورة إثيوبي تمشي على قدميه باعتباره أول حاكم إثيوبي على مدار التاريخ كله منذ عهد الفراعنة حتى الآن ينجح في التحكم في سريان نهر النيل، خاصة وأن الرجل يتبنى مشروعا سياسيا في بلاده يحاول من خلاله تجاوز فكرة الحصص العرقية في مناصب الدولة القيادية ومنع سيطرة عرقية على الحكم من خلال حزب الرخاء الذي أسسه وفق هذه التصورات، والذي يحظى باعتباره حلا ديمقراطيا وظيفيا لمشكلة الاندماج الوطني
في إثيوبيا. وزي ما حضراتكم عارفين إن إثيوبيا يعني في الفترة الأخيرة أو في آخر موضوع المفاوضات مع إثيوبيا كانت بتقول أو على لسان دينا مفتي كان بيقول إن مش هنتفاوض ومصر يعني تضرب دماغها في الحيط وهنعمل اللي احنا عاوزينه، ولكن يعني مصر ما تمتلكه الآن هو الصبر، ولكن الصبر ليه وقت وهينتهي. أترك لحضراتكم التعليق على هذه الخبر. أول سيناريو ممكن سد النهضة يكمل ويتبني ويبقى ما فيش أي مشاكل عليه. تاني سيناريو إن السودان تستحوذ على أرض بني شنقول المبني عليها سد النهضة. ثالث سيناريو وهو مصر تتعامل بشكل مباشر مع سد النهضة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. المصدر معانا كان من جريدة الشروق، وهذا الموضوع كان بكتابة الدكتور محمد عصمت. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وصدمة: اقتحام مدرسة وحالات قر وفر مرعبة في مصر. وعرضت وسائل الإعلام المصرية مقاطع من حالات قر وفر بين الطلاب بعد اقتحام 3 أشخاص المدرسة بحوزتهم أسلحة بيضاء، وقاموا بالتعدي على 3 معلمين وفرض أمن بالأسلحة البيضاء. شهدت المقاطع جروح غائرة في الجسد ومشهد دموي على ملابس 3 معلمين داخل المدرسة بعدما أحضر أحد الطلاب ولي أمره للمدرسة للتدخل في حل الشجار بين الطلاب، وقاموا بالاقتحام وسط حالة من الذعر سيطرت على الطلبة وجعلتهم يفرون من المدرسة. وقال أحد الموظفين المصابين بالواقعة: قبل واقعة الاقتحام على المدرسة كان قبلها حدثت مشاجرة بين أحد الطلاب، وأحدهم قام بإحداث عاهة مستديمة بالوجه، فحضر ولي أمره وقام بتقديم شكوى لأخصائي الاجتماعي ضد الطالب الذي تسبب في الجرح بوجه نجله، بعدما أرسل الأخصائي الاجتماعي وأحضر الطالب المتهم بالتعدي على زميله. وقتها كان الولد اتصل بأهله من التليفون اللي معاه، ووالده وبعض الأشخاص الآخرين اقتحموا المدرسة وقفزوا من أعلى سور المدرسة، وكان بحوزتهم مطاوي وقاموا بالاعتداء على المدرسين. والمدرس أضاف وقال إن وقتها ما كناش مصدقين المشهد، لأنهم لم ينجحوا في دخول المدرسة من الباب الرئيسي لأنه مقفول بقفل، فتسلقوا السور وقدروا يدخلوا المدرسة. كان وقتها في ناس منتظراهم خارج المدرسة بحوزتهم سنج وأسلحة بيضاء محملة على دراجة نارية، والإصابات في المدرسين سطحية، وتم إبلاغ النجدة وحضر قوى من قسم شرطة المرج وألقت القبض عليهم، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض لخبر آخر في منتهى الأهمية، وده تحذير: هيئة الدواء تحذر من حقنة خطيرة جدا يستخدمها المصريون، ومع فصل الخريف وتقلبات الجو غير المستقرة يصاب عدد كبير من الأشخاص بنزلات البرد. أصدرت مصر تحذيرا رسميا بشأن الحقنة المعروفة شعبيا بالخلطة السحرية. حقنة البرد أو حقنة الخلطة السحرية تتكون من مضاد حيوي والكورتيزون ومسكن للآلام، واشتهرت هذه الحقنة في مصر على أنها الحل الأسرع لنزلات البرد مع الحفاظ على تدفئة جيدة للجسم، وفي اليوم التالي تشعر بأنك لست مصابا بالبرد. إلا أن هيئة الدواء المصرية التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء أطلقت تحذيرا رسميا بشأن هذه الحقنة، مشددة على أنها لا تعالج نزلات البرد. وعن بديل هذه الحقن قالت الهيئة أنه لا يوجد علاجا محددا لنزلات البرد، وإنما يتم استخدام بعض الأدوية التي تساعد على تخفيف هذه الأعراض وتحت إشراف الطبيب. الهيئة أشارت أيضا إلى أنه حتى استخدام الأدوية التي تساعد على تخفيض أعراض نزلات البرد يجب أن يكون وفقا لحالة الشخص، ولفتت إلى أن أخطر ما في هذا الأمر هو استخدام الكورتيزون، حيث إنه يسبب ضعفا في المناعة ويؤثر بشكل مضر على مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم. المصدر معانا كان سكاي نيوز عربية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هيئة الدواء المصرية رسميا تحذر من يعني أن حد ياخد الحقنة دي. ننتقل مع بعض الخبر آخر ومفاجأة: الكيان الصهيوني يعلن مناقشة قوة إيران النووية مع مصر. أعلنت وزارة الخارجية تابعة للكيان الصهيوني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل منذ فترة وزير الخارجية للكيان الصهيوني يائير لبيد،
حيث ناقش الطرفان عددا من القضايا الرئيسية ومنها قوة إيران النووية. أوضحت أن الطرفين ناقشا محاولات إيران أن تصبح دولة ذات قدرة نووية عسكرية ومواصلة استخدامها للأعمال المتطرفة والتهديد الذي يشكله على الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الوضع في قطاع غزة. عرض الوزير لبيد على الرئيس عبد الفتاح السيسي خطته الاقتصاد من أجل الأمن والخطوات التي اتخذتها الحكومة التابعة للكيان الصهيوني لتقوية السلطة الفلسطينية والمساعدة في حل التحديات الاقتصادية. كما ناقش الرغبة في تعميق السلام بين الدول في المجالات المدنية للاقتصاد والطاقة والزراعة والتجارة. وزير الخارجية التابع للكيان الصهيوني يائير لبيد في نهاية الاجتماع قال إن مصر شريك استراتيجي مهم بشكل خاص للكيان الصهيوني. هدفي هو تعزيز علاقتنا مع مصر في القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية. ومن المهم مواصلة السعي من أجل السلام بين الشعبين. أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المساهمة في المنطقة والعلاقة بيننا في أبعاد تاريخية وعلى كرم الضيافة واللقاء الدافئ والمفتوح، وأتطلع إلى استمرار الحوار بيننا. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وضربة كبرى من القضاء المصري ضد عبدة الشيطان. وقضت محكمة جونة حميد غمر بمحافظة الدقهلية بحبس 3 من المتهمين، 2 منهم حضوريا والثالث منهم غيابيا لمدة 6 سنين مع الشغل في القضية المعروفة إعلاميا باستعراضات عبدة الشيطان. قضت محكمة جونة حميد غمر بغرامة 10,000 جنيه لكل من المتهمين ومصادرة السلاح المستخدم طفاية الحريق. وجاء ذلك على خلفية اتهامهم في الإطاحة بطالبة وإصابة أخرى في قرية أتميدة أثناء أحد الأفراخ خلال تقديم بعض الاستعراضات الغريبة والتي أطلق عليها الأهالي استعراضات عبدة الشيطان باستخدام طفايات الحريق أثناء خلع ملابسهم، ما تسبب في حالة من الفزع بين الحضور بسبب تطاير طفاية حريق بسرعة كبيرة نحو المجني عليهما، فأصيبت إحداهما وتوفيت الأخرى متأثرة بالإصابة. كان المستشار علاء السعداني المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة كلية قد أحال 3 متهمين في الواقعة إلى محكمة ميد غمر الجزئية، وذلك لأنهم بتاريخ 25/6/2021 تسببوا خطأ في وفاة المجني عليها ميادة إيهاب مصطفى المرسي، بأن كان ذلك ناشئ عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح، بأن أقاموا احتفالية مستعرضين بها بطفايات الحريق والتي انفجرت إحداها مصطدمة برأس المجني عليها محدثين إصابات التي تسببت في وفاتها، وقد تمكنوا وقت الحادث من مساعدتها. وتم توجيه اتهام آخر للمتهمين وهو أنهم تسببوا خطأ في إصابة الطفل المجني عليها نور وليد عوض أحمد بسبب إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح، بأن أقاموا احتفالية مستعرضين بها بطفايات الحريق التي انفجرت إحداها مصطدمة برأس المجني عليها. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ويجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم متقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.